هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة يلا أتمنى أن الله يقدرني وزوجك البنت اللي يبغاها فؤادك. زين هذه احنا فيها ترى، أقولك إني باغي فاطمة. أنت أقول إن شاء الله والله يقدم لي في الخير يا ولدي. إن شاء الله إن شاء الله. تراني اليوم الله يسلمك أنا شفتي مع أهلها وعجبتني كثير يا أمي. نعم خدت قلبي بصراحة. حيدنا ساكنين من زمان حيد بيتهم، وما أظن إنك شايفنا لأول مرة اليوم. لا ما أول مرة، بس اليوم انتبهت لها غاوية مستوية. يا والله يا ما كانوا ناس ساكنين في عريش سنين ودهور طويلة، ويوم ساروا جيوا غيرهم ولقوا في الأرض اللي فيها العريش كنوز وجواهر. لكن أنا اللي سكنت في العريش قبلهم. إي نعم. الكنوز يا ولدي يا خليفة ما بتحصلها بسهولة فوق الأرض وبراحة. الكنوز ما يلقاها إلا اللي يتعب ويشقى من عرق جبينه، ويجلس يبحش الأرض ويحفرها ويحفر التراب بعرق جبينه. نعم. لا تخليك الحين من الألغاز هذه والتراب وكنوز. خبري قولي لي إيش رأيك فاطمة؟ البنات يا ولدي يا خليفة كما نخلة الفرد، ما يلحق ثمرتهن غير اللي يطلع فوق النخلة، وما يخاف طلوع النخلة لا، ويطلع بعد من غير حبل طلوع. هذا هو اللي يقول أنا استاهل. نعم. كيف يعني؟ إيش قصدك يعني؟ يعني أنا ما استاهل فاطمة يعني؟
تستاهل يوم تجي تقول يوم مهر العروس جاهز وزابي في جيبي وقومي خطبي لي فلانة بنت فلان. سنة أنا قلت لك مليون مرة يا أمي نرهن البيت وبهذا راح نسوي شركة والشركة هتجيب فلوس وفلوس وفلوس. أكيد الله هديك لا رديت علي ولا شيء، لكن صدقيني كان خلال أسبوع واحد من أرباح الشركة هذه كان مهر فاطمة في جيبي. من أرباح الشركة. يلا يلا هيش أقول هيش أعيد وأقول بس يا ولدي أنا تعبت خلاص، كبرت وعجزت وما قادر أشيل عمري، وأنا يوم أنا أصحك وأقول لك الكلمة الزينة وأبغى أتحمل مسؤولية نفسي قبل لا أموت. الله يطول في عمرك بس يا أمي، وبعدين أنا شبعت من الكلمة هذه، عجزت وعجزت وعجزت. من قالك أنت عجزتي أنت؟ الحريم اللي في سنك الحين يطلع على النخيل ويخرفن. إي نعم، عفا عليك بس عجزت وعجزت، من قالك أنت عجزتي الحين أنت في سن الشباب؟ يا ولدي أنا يوم أقول لك هذا الكلام ما أقول عشان أنت ولد صغير، أنا أتمنى أشوفك متزوج وتشتغل وتصرف على أولادك، وأتمنى بعد أشوف أولادك قبل لا أموت. نعم، بس أنا بعدني أقول إن فاطمة بعدها صغيرة، وما أظن إن ناصر بيزوج صغيرة على زيان الأكبر، والقاعدة تقول وانت عارف وكلك عقل إن الكبيرة تتزوج قبل الصغيرة. ستشاورتيهم كلمتيهم عرفتي رأيهم ولا إنك ما باغي تزوجين والسلام؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. هينك أنت يا عبد الله، تأخرت وشلتنا عليك، انت ما متعود تتاخر لي الساعه في سماعي. يلا اللي حصل صح على خير. الوالد ها انت بعدك صاحي؟ انتظرك يا ابوي. خير يا ولدي، في شيء؟ بصراحه الوالد انا باكر كنت باغي اروح مسقط. زين يا ابوي، توكل على الله والله يحفظك. تراني قدمت في بعض الوزارات هناك وان شاء الله بحصل وظيفه زينه. زين يا ولدي، زين سويت. وبالمرة كنت باغي أروح عشان أراجعهم أول بأول. زين يا ولدي، بس عاد أبغاك تطلب منهم إنهم يعينوك هني في نزوة في بلادك في مشاريع الزراعة. صدقة أبوك يا سليمان. ولا يهمك يا الوالد، ولا يهمك يا الوالدة، تراني حاطط عيني على وظيفة محترمة. الله يجيب اللي فيه الخير. الوالد إذا سمحت لي كنت باغي أستأذن منك وأخذ سيارتك باكر. غالي والطلب رخيص يا ولدي. حاضر، خذ يا ولدي السيارة وأنا بقضي مصالحي في السيارة الثانية، وإن شاء الله أول ما تشتغل بشتري لك سيارة جديدة ملوكة. يلا مع السلامة. أحسنت يا أبوي أحسنت. الوالد نعم. يعني كنت باغي أستأذنك أني أجلس في مسقط كم من يوم، تعرف تقديم الطلبات وهذا، وروح وتعال وسير وودي وجيب يعني. وأكيد باغي مصاريف وفلوس، شغلاتك هاي ما تجوز عنها. زين إن شاء الله، بس عاد يا ولدي أنا باقيات عندي هذه الفلوس، وتدري أنت الوقت متأخر يسدوك. إيه كفاية، كل اللي يجي من عندك خير أبوي. زين يا ولدي، بس عاد أباك تصير خدار وتشد حيلك. زين إن شاء الله. صباح على خير إن شاء الله، وأنت من أهل الوالد. يا ولدي ما حد ما يتمنى لضنا الخير، وانا ودي ازوجك من خيرة البنات، لكن من هين يا ولدي؟ منات الناس ما لعبه، يوم انك رايح وتبى تخطب بنت الناس يحتاج تكون جيبك متروسه فلوس. نعم متروسه مليانه ومستعد، واحنا الله يعلم بالحاله ما حيلتنا بشيء، كان رحنا قدمنا حال فاطمه ولا غيرها. قصدك المهر؟ كان عاد المهر ولا غيره. وما عندك رأي ثاني؟ وانت ايش تشوف الرأي؟ نرهن البيت. الله كبر عليك، الله كبر عليك، إن مستوي راسك عص وما راضي تفهم. انت عاقل ولا مجنون؟ خبرني. مجنون اكيد مجنون، ولا حد يرهن البيت اللي ورثاه من ابوه؟ حد خبرني. لكن تعال، يوم انك انت تسمعني برهن البيت عندك فلوس ترد الرهن؟ ولا بعد باغني ازهب لك مهر عروسك من اللي خياطت لك ميم؟ خبرني يا ولد، ترك سويت لي لوعان وكروب على فؤادي. ايوه انا عارفك زين، اعرفك انك ما باغي تزوجيني فاطمه، اعرفك.
أرفج أرفج. إذا أنت أمي وحبيبتي وأغلى شيء عندي في الدنيا هذه كلها، أنا لا عندي أب ولا أهل، أنت كل شيء عندي، ما راضي تخطبي لفاطمة. أصير أصير على من يقول لي اخطب لي فاطمة يعني؟ أصير حق من؟ وبعدين أنت لا كلمتيهم ولا شاورتيهم ولا شيء، وجالسة ما الحين تقولي الفال نحس. يا ولدي يا ولدي، انت لا تعذب نفسك، ولكن بعدها لا تفضحني قدام الناس بصراحة عن فرد قبل لا يقولوه. كيف عرفتي؟ انا بعرف كيف عرفتي. زين، ما دام كذي السالفة انا بخلي لك البيت وطالع وما بتشوفين وجهي نهائيا. زين خليفة اصبر شوي حبيبي، اصبر بنتفاهم بنتشاور بعدنا، تعال. لا بصبر ولا شيء، بخلي لك البيت. شبعينا زين. ابوي ولدي ضناي طلع عني. خليفة 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 تعال يا سايرين. خليفة خليفة خليفة. خالف كلام ينقال، قلبي على ولد انفطر، قلبي على ولد انفطر. يا مقلة العين وصفاها، حقق لأمك مبتغاها، ري وساكن فؤادي يا غناي. ارجع لي من غربة وسفر، ولا تخلي قلبك من حجر. قلبي على ولد انفطر، قلبي على ولد انفطر. يا حبة عيوني تعال، يا حبة عيوني من على الباب. وي خليفة، أنا خالد خليفة. نعم خليفة، خير إن شاء الله، مو جاهب إنك تونس الليل. يقول لي تفضل بالأول. زين دخل أبوي، دخل دخل. لي ساعة على الباب. تو إيش اللي صاير؟ أمك سوالها شيء لا سمح الله؟ لا أمي بخير، ما فيها شيء. أتصن أحسن منه ومنك بعد. حكي، مو جاهب إنك تونس الليل. ماشي، صار بيني وبينها شوية سوء تفاهم. زعلت امك يا خليفة؟ لا لا زعلتها ولا شيء، هي اللي زعلتني. المهم اني طلعت من البيت وما عرفت اسير، فما شفت غيرك انام عند الليلة. وتو انت حضرتك مخلي امك هذيك المسكينة الروحة وجاي تنام عندي انا. افا عليك يا خالد، علم ان اصدقاء وما ظنيت انك تستقبلني بهذه الطريقة هذه. اصدقاء اصدقاء ما قلنا شيء، لكن انا الحين اريد اعرف انت ليش زعلت؟ ليش ابوي خالد؟ لا تجلس تفتح تفتح لي محضر تحقيق على الليل، انا تراني ما ناقصها. المهم اني جيت انام عندك، بتردني ولا كيف؟ انت اذا كنت صحيح توجبني وتحترمني، الحين الحين بتشل عمرك وبتروح عند امك وبتحب على راسها بعد. خالد ارجوك تفهمني يا اخي، افهمني، انا ترى تعبان وما ناقصها. وبعدين اكون في علمك، انا ترى ما اقدر اقول لك الاسباب عشان تعذرني. مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب يا خليفة،
رضا الأم فوق كل شيء. انت مخبي عن السبب يا خليفة. يا خليفة كيف تريدني اتكلم في مشكلة انا اصلا ما اعرف عنها اي شيء؟ مشكلة؟ ترى ما في مشكلة. تعود انك تدخل في المواضيع بدون لف ولا دوران. اسمع يا خالد. نعم. انا الله يسلمك قلت لامي اني باغي اتزوج فاطمة اخت ناصر. نعم. ايوه هذا اسمها مشكلة؟ انا ما اعتقد يا اخي ناقصني شيء. ولا ما يستوي اتزوج البنت اللي اريدها يعني؟ لا لا، من يقول ما يستوي طالما البنت موافقه؟ بس اقول لي خليفه، امك ضد فكره زواجك ولا كيف؟ المشكله ان ما معها تكاليف زواجي. نعم نعم، ما معها تكاليف. وكيف انت ما غنها تزوجك ولا كيف؟ وابوي، وليش ما تزوجني يعني؟ انا ما ولدها، وانا ما اعتقد يا اخي ناقصني شيء، انا لا يد ولا رجل، انا رجال يا اخي. اي نعم. لا لا، من يقول انت من ناحية رجال فانت رجال ونص. اي نعم، شوف كيف راح قلها. راح ما دام انك رجال والنعم فيك. نعم. استريح اجلس، ومعك ثانوية. ليش يا ولد امك ما تروح تشتغل وتزوج نفسك؟ هو وين الشغل المناسب؟ انا بسلم دورت على شغل، ماني ما دورت. اي نعم، وحاولت اتوظف، لكن بصراحة ما اتحمل قوانين الشغل اللي حصله. تصحى من النوم من غبشة، دواقيع حضور وانصراف، أوامر المسؤولين وغيرها وغيرها. يا أخي ما في حق أصلا أحد بصراحة. يا سلام، عقب ده مو باغي. إيه نعم، أنا الله يسلمك أريد أصحى من النوم على كيفي وبمزاجي. أنا ما مثل الماكينة أي واحد يأمر وينهي فينا على كيفه. إيه نعم. الله يهديك يا خليفة، بس أنا ما أعرف أنت بأي عقل تفكر. يلا يلا، قوم قوم، روح عند امك وخليها تعيد تربيتك مره ثانيه. افا، انا يا خالد؟ امك ضحت بعمرها علشان تربيك يا خليفه. امك قلت بعمرها علشان تعلمك وتخليك رجال تقدر تشتغل على نفسك. امك انسانه يضربوها المثل في صبرها وتحملها، ما بقى لها الا كمين نخله بس اللي اعطوها اخوالك اياها. تمت الحرمة تقيت لك ميم وتدبر حياتها منا ومنا، غير انها غلطة كبيرة لما دلعتك وخلتك تاج على راسها وانت ما تسوى. ايش قصدك من الكلام هذا؟ قصدي انه ما لك مبيت عند الليلة، وامك زعلانة عليك. الله يعلم كيف حالتها تو. يلا خلينا نروح، حرك قوم. شوي شوي زين، لا تسوي لي ربشة. قم قدامي. اسمعني يا خليفة. سمعك أبويا، سمعك. أنا قلت لي أسمعك. زمان لما كان الإنسان يدور على الحقيقة اهتدى بالفطرة إلى الكثير من المعاني المهمة. تصور يا خليفة، تصور حتى في العصور القديمة قبل الإسلام، يعني الناس كانوا في مرحلة طفولتهم. وأنا مين جالس أكلم؟ لو أنت تسمعني ولا مو تسمعني؟ خاطرك هلكتني بصراحة. طالعين من بيتكم تجمعني وتجمع على سمعك على ما اصبخ. هلكتني جالس هلاك، وباغي تسمع لك اللي قريته في الكتب يعني؟ ابوي لا باغي اللي اسمعك اللي قريته في الكتب ولا شيء. انك كلمتين ورد غطاهم. هات الاوليه فكنا. الاوليه، شوف خليفه، مثل ما قلت لك، الانسان قبل الاسلام الام كان يعتبرها اله وكان يعبدها. يا خالد يا خالد، الله يهديك، بس ترى هذا كان زمن الجاهليه. ما اختلفنا يا خليفة، هذه أيام جاهلية، بس هذا أكبر دليل يا أخوي على أن الأم شيء كبير وعظيم، وعظيم كثير بعد، وأنت بصراحة لازم تعرف هذا الشيء. قول أبوي، كمل كمل أسمعك، تفضل. ولما جاء الإسلام كرم الأم بأشياء كثيرة وخلى مكانتها عظيمة،
وفي كثير من أحاديث الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام تخص الأم والجنة تحت أقدام الأمهات. خلاص أبوي خلاص، توبة، ما زعلها مرة ثانية، ارتحت. وفي القرآن الكريم يا خليفة نزلت آيات كثير توصل الأبناء على أمهاتهم، بس للأسف أنت نسيان هذا الشيء ولا كأنك تعلمت البر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لكن بصراحة يا ولدي أنا بعدني ألوم صالحة، صحيح هي مسكينة وعلى نياتها، لكن عاد الله يهديها، ما عرفت تربي هذا الولد. عجب هي ما تعرف إن الدلع يفسد الولد، ما تعرف إن خليفة بكرة بيستوي رجال ولازم يعتمد على نفسه عشان ينفعها. شوفوا تو لا شغلة ولا مشغلة. والله عندك حق يا الوالدة، الرجال هو أم وأبو، فإذا طلعوا واحد منهم غفلانين عن أحوال الدنيا الولد بيطلع مثلهم غفلان. نعم يا ولد، الأب والأم يا الوالدة هم الأساس في تربية أولادهم. أنا معاك يا ولدي، الولد يطلع على أهله. أقول ما نعم. أنا بصراحة عندي موضوع ما أدري أكلمك فيه الحين ولا أخلي الأيام. أنت رجال البيت يا خالد، واللي تشوفه زين سويه يا ولدي. عمي جمعة جاني وقال لي إنهم كانوا غلطانين، وحاول يشرح لي إيش اللي صار من خالتي نصرة، وقول هو وينه ما عنده أي طمع من عندنا. نصرة الله يسامحها، بس نصرة يا ولدي يوم شافت إنك وقفت على رجولك وباغي تفتح المصنع جات تتملق حيتي. عجب هي ما تعرف إن إحنا حيان من زمان، هين هي كل هذه السنين، خبرني هين هي. لكن أقول لك المسامح الله. بس أنا أقول الوالدة عمي جمعة مسكين، يعني ما لازم نأخذ عليه ونزعل منه. أنا معاك يا ولدي معاك، هو مسكين، لكن الشور شورها. بس حتى لو كان كذا عمي جمعة أنا متأكد إن نيته صافية من ناحيتنا، ولا ما جاء يقول عن زوجته نصرة بهذه الطريقة. الله يعلم يا ولدي الله يعلم، أنت ما تعرف إيش اللي قالته نصرة حال جمعة. هذه يا ولدي تخطط على أشياء جديدة، وأنا عارفت إنها زين، هذه ما راح تتركنا في حالنا. صدقني يا ولدي صدقني إن هو ما يقدر يجي بيتنا إلا لما قالت له سير عندهم. بس حتى لو كان عمي الجمعة قال لي هي إيش تريد؟ ها؟ هي قال لي أوين تريدني أنا أشغل عمي الجمعة في المصنع. تصدق نفس الكلام قايلت لي يا أمس لما جات تزورني. أقول ليش ما؟ أنا أشوف نعم الجمعة مسكين وطيب، يعني ما لازم نزعل منه، يعني أقول أشغله في المصنع ما فيها شيء. أنا معاك يا ولدي، هو طيب ويتمنى لك الخير، لكن عادي يا ولدي، يعني أنا أشور عليك بعد إنك ما تبتعد عنه، لكن المشكلة وما فيها يا ولدي، وبصراحة أقول لك إياها إن قلبي ما مطمن. ما ما يا
من على مارنا. ورحمة أم خليفة قريب أحسنتي، كيف حالك؟ تعالي بس ايش بتوحي للشغل. تعالي كيف حالك يا منيات؟ بخير الحمد لله. كيف حالك أبوي فاطمة؟ الحمد لله خالتي، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، الله يعافيش. أبوي الشغل بتوحي له، كيف حالك عمر شليل ونهار؟ الحمد لله بخير وعافية. كيف حالك مناصر؟ بخيرة الحمد لله بخير، الله يسلمك ويعافيش. هاتي هاتي الله يبارك. ناصر هنا اليوم ما اشوفه. والله ناصر رايح نزوة يشوف سليمان، باغي يسأل عن هذه المزرعة هذه، صار مهندس هناك. الله يبارك، الله يبارك فيه البنات ويخليهم ترساته المكان. نعم اشتغل يساعدني. ترسات لنا بالخير الحمد لله. علويت انا عندي بريك دي تساعدني. نعم الله يخلي لك خليفة ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اسوي ليش حبين تمر؟ والله واحد قال في بيتي بقيت نفع شوية تمشي. صدق زين سويتي جيتي لنا شوية. يا بنت الحلال هذا قدام القهوة. يلا يلا اليوم برادة. اي ما شاء الله. يلا غاوز يلا غاوز. خير يا ام خليفة، باية شي من ناصر؟ بصراحة يا ام ناصر أنا باية أتكلم معاش في كلمتين. قولي يا أم خليفة قولي، لا تخجلي، ترى الناس للناس. أخبرش أنا أخطف عليش البيت أحسن، هناك نتكلم باللي قال معي سالفة. عقبتون تي جاي من البيت للمال وما باية تقولي شيء؟ لا 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 ما يستوي كذب. قولي لي يا بنت الحلال مو باية، ترى لا تنسي نحن جيران وأهل. هي نعم أقولش، وبعدين ترى بناتي ما يطلعن سر حد. لا والله يا مناصر أحسنتي، وإن شاء الله يوم أحتاج بعدني ما أصير بعيد أجي عندش. الله يبقيش إن شاء الله أنتي وولادش يا رب العالمين. لا يكون مخجلة من البنيات. قولي لي خليفة زعلاش في شيء؟ حشي لا والله، خليفة ما مقصر فيني بشيء، البره الحمد لله موفر كل الطلبات والحمد لله رب العالمين. الله يخليه ويطول في عمره. نعم آمين يا ربي. قولي لي عقب باي فلوس؟ بالصراحة أنا جايت إنش طالبة. الطالبة لغير الله مذلة يا أختي، قولي مو باغية. خليفة يا مناصر صاباغي بنتش فاطمة، والله يقعد لي في الخير إن شاء الله يكون تكون بنتش فاطمة عروس عن قريب في بيتنا. هل ولدي خليفة؟ أنا؟ هي نعم. ها إيش قلت يا مهندس سليمان؟ بس من الضروري اني اعرف نوع التربة عندك، ما كذاك وبس. ما فاهم قصدك. من المفروض ان التربة عندك تكون كلسية، وبالتأكيد ان التربة عندك بتكون كلسية، لان هذا النوع موجود عندكم بالذات. فخلينا نمشي من هذه القاعدة ان التربة عندكم كلسية. وخليني اسألك. تفضل. المزرعة احترقت يوم زاد هذا الخبير الغشيم مالك كمية كبيرة من السماد؟ هي نعم. زين كيف صار لون الورق؟ أقصد ورق الشجر. ورقه يابس. بني ولا بني على سواد؟ خلينا نفترض أنه بني. وإيش الفرق إذا كان بني ولا بني على سواد كما تقول؟ إذا كان في فرق خبرني. طبعا في فرق، بس أنت قول لي الأول، أطراف النبتة كان لونها أصفر؟ لا شفت نبتة ولا شفت ورق. أنا وصلت المزرعة ما عرفني كيف الدهدرت وفقدت التمييز. طبعا من المفروض أن يكون أطراف النبتة لونها أصفر. زين وبعدين؟ شوف السماد بشكل العادي يزيد من نسبة الملوحة في الأرض، وانت عندك البي اتش بالتأكيد عالي في التربة. زين تفضل قول. لو فرضنا أن التربة عندك قلوية، يعني نسبة البي اتش عندك أقل من 7، وإذا كانت نسبة البي اتش عندك أكثر من 7 وطالما أن مزرعتك احترقت مثل ما أنت قلت لي، إذا لابد أن يكون أوراق النبات لونها بني وأطراف أوراق النبات لونها أصفر. لكن أنت ما قلت لي عروق النبات عندك بعد ما احترقت المزرعة التويا. ناصر ليش ما تتكلم؟ أتكلم وما غني أقوله. تراني أسألك عروق النبات عندك التويا ولا لا؟ سليمان، أوه سليمان المزرعة بات سلم عليك من زمان. شوف يا ناصر يا أخوي، ببساطة أنا قدرت أحدد إيش اللي صار في مزرعتك. اللي صار في مزرعتك يا ناصر
بلوكينج للعناصر، وهذا البلوكينج ناتج عن خاصية الضغط الاسموزي. طبعا انت ما تعرف يعني ايش الضغط الاسموزي، لكن هو باختصار شديد انتقال الماء من الاماكن الاقل ملوحة الى الاماكن الاكثر ملوحة، وفي الحالات العادية لازم تكون التربة اقل ملحية مما هو موجود في الماء. يا اخوي يا سليمان يا سليمان يا ناصر يا اخوي، انت لازم تسوي ليتشينج. تو انا ايش درى انا بهذا الليشينج وشيشينج وهو قال تقول عنه؟ انا ما فهم هذا الكلام. يا اخوي يا سليمان، ابغاك تجي معي المزرعه وتشوف ايش فيها، ايش هناك مستوي لها، وتنورني، تفتح لي عيني، تخليني اشتغل حتى اردها مزرعه مثل ما كانت. تراني قاعد اقول لك ايش اللي تسويه في مزرعتك يا ناصر. خلها هات. شوف يا ناصر يا اخوي، انت لازم تسوي ليتشينج. نعم. ليشي وليش ليشينج نوب؟ يعني غسيل التربة، حتى تشيل الأملاح منها، يعني تسقي التربة وطبعا من غير سماد بين 3 إلى 4 مرات في اليوم، إما الصبح من الوقت أو ما بعد العصر أو في الليل. إن شاء الله. وبعدين؟ وسلامتك. كيف؟ كيف سلامتك؟ تورس سليمان قايل إنك باغي أشلك مع المزرعة حتى تشوف الأرض هناك وترشدني كيف أشتغل فيها. يا ناصر يا أخوي، أنا مهندس زراعي، وبعدين انا شرحت لك كل شيء بالتفصيل. وين شرح لي ابوي الشرح؟ ما ينفع حال واحد ما يفهم مثلي انا. انا باغنك تصير مع الارض وتشوفها بنفسك وتدلني كيف اشتغل. بصراحه يا ناصر، انا ما اقدر اجي معاك المزرعه لاني انا ساير مسقط، ولولا ان سيرتي هذه مهمه كنت جيت معك، لكن انت عارف الظروف. يا الله يا سليمان، لو قلت لي هذا الكلام في التلفون كان اخير، ولا ما خليتني قايم تنهقل من سمايل الى النزوه من بيكب على بيكب. يا اخوي يا ناصر، يا اخوي يا ناصر، هذا الكلام ما ينفع في التلفون، وبعدين انا اريد انفعك. تنفعني؟ والله ما قصرت انك نفعتني. تو مو استفدت من هذا الشرح، انا باغي انك تساعدني، وكنت متوقع انك بتفيدني اكثر من كذاك يا مهندس سليمان. تراني شرحت لك لب السالفه يا ناصر يا اخوي، وبعدين انت لو ما كنت صديقي ما كنت جبتك لهني وقعدت اشرح لك هذا الشرح كله. اسميك ما قصرت، ما قصرت يا سليمان، لكن اسمعني بقول لك شيء. انت مهندس ومهندس كبير بتستوف يوم من الايام، والناس بتلقى لك عشان تستفيد منك، وخلي في بالك هذا اليوم اللي بيجي. يا ناصر يا ناصر يا اخوي، الله يهديك. وين ساير انت؟ استريح استريح. ابوي سير البلاد، بسير البلاد شوف ذيك المزرعة ايش فيها. زين استريح، وانا رايح مسقط وبوصلك وياي في الطريق. انا ما مشكلتي من يوصلني يا سليمان، انا مشكلتي في مزرعتي، ابى حد يساعدني. زين ولا يهمك، انا رايح مسقط لمدة اسبوع، وان شاء الله اول ما ارجع اوعدك اني ازورك في مزرعتك. ها رضيت؟ ان شاء الله خير. تعرفي يا ام خليفه، ترى البنيات خجله من ذي السوالف، سوالف الزواج والخطوبه. لكن اخبرش، نحن بنتشاور وبرد عليش. طبعا انت يا ام ناصر، انا عادي ما جيت السالفه قدامش، قلت انت ام البنت خاصه في مسائل الزواج الحريمه واللي بديه. صحيح. وبعدين قلت قبل لا يصير خليفه يكلم ناصر اجي اخبرش انت بالسالفه. مو قلتي زين سويتي؟ لا والله ما خليت خليفة يكلم ناصري، لكن أخبرش لا، ما بهذا الكلام يوصل للرجال قبل لين ما أجي وأرد عليش وحدي. كذاك الشور. كذاك الشور. لا يهمش، هو الله مناصر. لا والله عقب سامحيني. يلا توكلي على الله. مال كريم. مالا ابوي بنياس، مالا مع السلامة لخالتي. مالا فطيل. مالا خالتي. مالا ابوي. اها عقب انت ما وقف فيش خليفة. لو ماشي رجال في الدنيا تعرفي ما باخذ هذا الانسان. بصراحة انا شكيت في كلامها لما جات وما عرفت كيف تتكلم، لكني حسبت انها قاعدة تشتكي من خليفة حال ناصر علشان يأدبه. انت شوفي عاد، بس ما خطر على بالي انها جاية تطلب عروس. هذا يبغى يطلبوا له افعى علشان تلدغه. هذا قادر يصرف على عمره حتى يصرف على زوجته. ايوه تراه شاف امه عجزت وما قادرة تخيط كميم، قال يلا أجيب لي واحدة تخيط عنها وتعطيني فلوس. تومود الفارس اللي يخلي الكبيرة ويخطب الصغيرة. أنا أشوف إنه هذا الولد خلاص عقله طار من راسه. بسكم يا بنات بسكم، تراني أقول كان ما بحد يفتح حلقه بشي، سمعتني؟ باكر ولا بعده بسير له وبقول له خلاص ماشي نصيب.
مبارك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل، أنا جاي أفتح لك الباب. لا 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 لا، أنا ما أريد أتأخر. يلا يلا خلينا نروح. يا رجال تعال، أنا باغي أتكلم معاك شوية. يا رجال أنا ما جاي أجلس، إذا أنت جاهز خلينا نروح. يلا يلا جاي جاي. ليش ما تركب؟ انت تأخرت. والله كان عندي مشوار شي عند واحد من الأصدقاء، استشارة زراعية. إذا في هالحالة ابتدأت مهمتك في خدمة أهل بلدك. يلا يلا اركب اركب، عن تأخرنا بعد. يلا اركب. ما بنستفيد شيء لأن بنوصل ولوزاراتك الهم بنده. لا لا بنت واحد إن شاء الله، أنا أمس مقدم طلباتي. وليش رايح اليوم؟ انتظر يا أخي لين يردوا عليك بنفسه. يا مبارك يا مبارك، أنا أبغى أقدم طلبات ثانية. طيب طيب، أنت باغي تقدم طلبات ثانية وأنا إيش يخصني؟ أنا يا أخي بعد بغى راجع بعض الشركات. هو 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 كيف؟ حاطينك على وظيفة في إحدى الشركات؟ لا إله إلا الله، كيف هذا الإنسان الوظائف ما أخذ عقله؟ لا يا أخوي لا، أنا باغي أشتري معدات زراعية حديثة حال مشروعي الجديد. معدات؟ المهم إذا ما تبغى تيجي معي حصلني باكر في مسقط، أنا بسكن في إحدى الفنادق وبتصل فيك منها، بشوف لي فندق فخفخة. الله يساعدك، قلت لي فندق فخفخة. هي نعم فندق فخفخة. كيف أنا أقل من اللي سكنه هناك يعني ولا إيش؟ أنا سليمان بن عبد الله مهندس زراعي، ما لعبة. يلا 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 مع السلامة. شرفت المكان يا نصرة. الله يعز مقدارك إن شاء الله يا أختي يا مريم. شوفي يا نصرة، من يوم ما تصالحنا على الأقل قمت أشوف إيش يا بنت الحلال. والله العظيم والله إني أرتاح يوم أجي عندش وأحس إني جاية عند أختي من لحمي ودمي. وتصدقي يوم جمعة يقول لي خلي نسير بيت ولد أخوي مرة أقوم حتى إن شاء الله لو كنت مريضة. ها الحمد لله عيال يوم استوى حق خالد بيك عشان نشوفش. أقول بغيت أسألش إيه؟ هين وصلتوا في المصنع لينتو؟ بالنسبة للمصنع إيه؟ ترى خالد بعد الله يهديه يراجع فيه. انت ما قلتين موافقين عليه؟ إيه هم موافقين، لكن خالد عاد ما بيجلس يحرص لحد ما يجوا ويخبروا قوم سوينا لك المصنع، هناك شي معاملات ومراجعة وتعرفي عاد انت. صحيح، ولا بيتكل على مين؟ لا والله ما يتكل إلا على الله وعلى نفسه، وكما قال سبحانه وتعالى اسعى يا عبد وانا اسعى معك. خالد. سليمان هذا انت؟ هي نعم هذا انا. انت ايش جاي منك هني؟ جاي اخلص معاملاتك مشروع المصنع، انت مو جاي تسوي؟ انا جاي اقدم طلب. طلب هني في وزارة التجارة والصناعة؟ طلب ايش هذا بعد؟ طلب وظيفة يا اخي. وظيفة؟ هنا في وزارة التجارة والصناعة؟ تراني قدمت في الزراعة وقلت اقدم في الصناعة وبعدني بقدم في اغلبية الوزارات. اولا الدوام قرب ينتهي يا سليمان، وثانيا وهو الاهم المفروض انك تروح تقدم طلب وظيفة في المكان اللي يتناسب مع طبيعة دراستك. يوم ان الدوام قرب ينتهي بسيطة بمر عليهم باكر. لكن مو سالفة التوظيف هذه بنصر عليها يا سليمان. تعال معي وبخبرك. خلصت كلامك؟ هي نعم خلصت. سامحني يا سليمان، انا اشوف سالفتك ما بتكون بعيدة عن سالفة صاحبنا خليفة. انت تشبهني انا بخليفة؟ عفا عليك، ما كنت اظن منك هذا الكلام. انا مهندس زراعي، مهندس زراعي وخليفة مع الثانوية العامة وما نافعت منه. تقدر تقول لي يا سليمان ايش الفرق لما تكون شهادة اكبر ولا اصغر اذا اصحابها اصلا ما مستفيدين منها ولا مستثمرينها لا لصالحهم ولا لصالح مجتمعهم؟ يا خالد انا جالس اقدم طلبات للوظيفة، ما مثل خليفة نايم. ايوه
بس انت من هذه الناحيه غلط يا سليمان. كيف بعد غلط؟ اقول لك تو بالله عليك، خلينا نفرض انه في وظيفه شاغره في وزاره التجاره وبنفس درجه شهادتك، من هو الشخص يا سليمان اللي كفته ارجح للتعيين؟ انت ولا واحد دارس هندسه ميكانيكيه او هندسه بترول او هندسه معدات وخلافه؟ وظائف الاداره ما تفرق، كلها توقيع على ورق مثل اللي معاك. لا يا سليمان لا، الإدارة علم قائم بذاته مش توقيع معاملات وبس. أنا نصحك أنك تتابع الطلب اللي قدمته في وزارة الزراعة، صدقني يا سليمان هناك مكانك الطبيعي. تصور أن مدير التوظيف في وزارة الزراعة رحب بي كثير يوم رحت أقدم له الطلب. إنزين إيش الغلط هنا يا سليمان؟ أنا اللي أعرفه أن الحكومة تحتضن الخريجين وعلى طول تعينهم في مواقعهم. بعدين اللي سمعك يقول حشا، هذا ما كأنه طالب جامعة تو متخرج. خلي عنك هذا الكلام، تصور انه هو جلس يتكلم معاي عن مشاريع التطوير الزراعي. طيب شيء جميل. ايش هو اللي شيء جميل يا رجال؟ هذا طلب مني اني اتوجه فورا الى احد مشاريع التطوير الزراعي. صراحة كانت صدمة بالنسبة لي. صدمة؟ كنت اتوقع يقول لي فضل على مكتبك في الوزارة، اشوف مكتبي الفخم والتليفون المباشر وموقع المكتب والسكرتارية وباشر عملي على طول، أما أني أشتغل في المواقع هذه شغلة حق واحد مثل خليفة. أول لك الضحك يا مدر، بس هذا أصلا يصير في بلاد العز. العز يا حلو. أخ لو عندي فلوس كنت أسافر كل يوم بلد وأشوف الدنيا وأشوف هذا العالم العجيب. عليك حي، لكن الفلوس يا أخي أقولك ورط الفلوس. اسمعني بعدني سمعت عن أشياء عجيبة من الشباب. بحال أغرب من اللي قلته. أقولك تعال شوف ما وعد. أنت الملك هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله او قصر، طال حبله او قصر. وانت يا ابن ادم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.